التليفون احمد صبري لاعب حرس الحدود وصاحب الهدف الثاني، ويعني الحرس عمل جيم كويس جدا وكان ممكن يخطف المباراه امبارح ويفوز على نادي امبي، لكن انتهت المباراه بالتعادل الايجابي 2-2. ازيك يا ابو حميد؟ كابتن كريم، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه يا نجم؟ كله تمام الحمد لله، والله كله تمام. بدايه جامده اهو من اول ماتش، بدايه جامده واداء كويس وهدف كمان مهم لصالح حرس الحدود. والله الحمد لله كابتن كريم، بدايه فعلا الحمد لله كويسه جدا للفرقه كلها مش لاحمد بس. احنا الحمد لله استعدينا كويس، عاملين فتره اداء كويسه جدا، و يعني ظروف الماتش راحت وجات، يمكن هم احنا جبنا الهدف الاول وكان ممكن نحافظ عليه، لكن هي الفرقه بس في يعني لعيبه كتير صغيره فالخبرات قليله شويه، ما قدرناش نحافظ. جه فينا جونين لكن الحمد لله قدرنا بعد الجون الثاني على طول، ما جه فينا الحمد لله جلسه اجيب الهدف التعادل. فمجمل الماتش الحمد لله كنا كويسين جدا كبدايه ماتش، طبعا مع نادي انبي، نادي مش سهل، فرقه كويسه ومعاهم جهاز فني كويس ولاعيبه كويسه جدا. ايوه، فاكيد بنط كويس في ملعبهم وبدايه كويسه لينا ان شاء الله، وخلاص احنا قفلنا الصفحه وبنركز في المباريات الداخليه ان شاء الله يوم السبت باذن الله. مش عارف، حاسس ان السنه دي حرس الحدود عنده الناحيه الهجوميه افضل من السنين اللي فاتت يا احمد؟ التدعيمات معظمها كابتن كريم، يعني يمكن الناس، معظم الناس التدعيمات في الحته اللي قدام فعلا، يعني بنزيما فرق كويس ومحطه كويسه جدا، في موسى وفي اسلام رشدي وفي الناس اللي على قدام، وبخلاف ان انا موجود وكابتن عبد السلام موجود وفي محمد اديس، يعني معظم الناس في ناس كتير من السلام موجوده وفي تدعيمات برضه كويسه. ففعلا واحنا في برضه في ان احنا الحمد لله السنه دي يمكن الشغل زاد شويه على الناحيه الهجوميه. يعني بتوصلوا يعني، كنت بتفرج عليكم السنه اللي فاتت رغم ان كان في موجود احمد حسن مكي وانت موجود وموجود ديفونيه، لكن بتوصلوا للجول كتير. يعني انا اتفرجت في ماتش الحرس وامبي، لا بتوصلوا وبتضيعوا. السنه دي الناحيه الهجوميه شكلها افضل شويه في الحرس. فعلا فعلا عندك حاجه كابتن كريم، انا بقول لك ان هو فعلا هم يعني احنا السنه دي فعلا كابتن باسيلو وكابتن سامي والجهاز ناس مركزين شويه على الحته الهجوميه، لان احنا السنه اللي فاتت كان معدل الاهداف قليل. ايوه، فالسنه دي هم ركزوا فعلا على شغله، على شغلهم معظم الشغل على الناحيه الهجوميه، فالحمد لله بنوصل الحمد لله كتير وبنأدي كتير، وحتى في الماتشات الوديه كنا بنشتغل كويس جدا، فالحمد لله يعني اكيد دي حاجه هتزودنا، وربنا يسهل ان شاء الله يبقى برضه الحته الدفاعيه كويسه عشان لما نجيب نقدر نحافظ ان شاء الله ونطلع بكل مكسب اللي احنا عايزينه ان شاء الله. عندكم الماتش الجاي مع الداخليه في استاد الماكس ان شاء الله. يوم السبت ان شاء الله. برضه يعني اعتقد التعادل مع امبي نتيجه ايجابيه بالنسبه لكم خارج الملعب، تديكوا دفعه في ماتش الداخليه. اكيد انا بقول لك يعني فرقه نادي انبي فرقه من الفرق المصنفه، فرقه محترمه ولاعيبه كويسه وجهاز فني كويس وبدايه دوري في ملعبهم، والاجواء كلها كانت كويسه جدا، الماتش كان توقيته كويس جدا، فخلى الناس كلها كانت في الماتش كويسه. طبعا نقطه كويسه بالنسبه لنا مش وحشه، كان نفسنا نكسب لكن الحمد لله البنط كويس. مباراه الداخليه برضه هتبقى مباراه يعني الاجواء هتبقى مختلفه شويه، لان المباراه تبقى الساعه 3 الا ربع والمباراه عندنا في ملعبنا احنا، فاكيد طبعا ان شاء الله هنلعب على 3 بنط وربنا يكرم ان شاء الله ونحاول ان شاء الله باذن الله ان احنا ناخد 3 بنط ان شاء الله. احمد رمضان اللي جاب الهدف الاول يعني جاي منين؟ جاي من اي نادي الحرس؟ بيكم عرم النادي الاهلي. من الاهلي احمد رمضان بيكم. 97. 97. لعيب كويس. لعيب كويس. لعيب كويس جدا وبيلعب في كذا مكان لعيب كويس جدا وما شاء الله هيبقى حاجه كويسه ان شاء الله برضه لما ياخد ماتشات كتيره هيبقى كويس. لما ياخد بس ماتشات كتيره ولان هو اول مره يلعب، ولما ياخد ماتشات ويبقى عنده خبرات هيبقى اكيد هيبقى حاجه كويسه جدا ان شاء الله. بس انا يعني اتفرجت على الماتش وانت نزلت في الشوط الثاني ومبسوط من ادائك، اللي انا يعني انا عارف السنه اللي فاتت انت كان نفسك تنتقل للزمالك والامور ما تمتش، بس اعتقد انت نسيت القصه وهتبدا تركز عشان تعمل مستوى كويس عشان تقدر برضه تروح في حته كويسه السنه الجايه. انا عارف ان ده الموسم الاخير بالنسبه لك مع الحرس يعني. اكيد يا كابتن كريم، انا الحمد لله كل حاجه بالنسبه لي كانت موجوده، كل حاجه قفلتها الحمد لله ومركز مع الفرقه، ويمكن بشهاده كل الناس الجهاز نفسه انا الحمد لله مقدم فتره اداء كويسه جدا 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 وبدأ سنه كويسه والحمد لله، يعني بمزاجي او غصب عني لازم ابقى كويس، مش بمزاجي لازم ابقى كويس، لا حتى لو غصب عني لازم ابقى كويس، لان انا زي ما انت بتقول يا كابتن كريم دي اخر سنه ليا في النادي، فطبيعي ان انا لازم ابقى كويس حتى غصب عني عشان يبقى في حاجه كويسه ليا ان شاء الله. وتركيزي الاول برضه والاخر هو مع فرقه النادي ومع الحرس
لحد ما اخلص ان شاء الله السنه دي واعمل معاهم موسم كويس، لان انا لو ما عملتش مع الفرقه موسم كويس اكيد مش هبقى ليا مكان في اي حته. فطبيعي ان انا تركيزي الاول يبقى مع فرقتي واقدم موسم كويس ان شاء الله، وبعد كده كل حاجه ان شاء الله للتخطيط المستقبل هتيجي مع ان انا ابقى كويس مع فرقتي ان شاء الله. ان شاء الله يا احمد بالتوفيق ان شاء الله في اللقاءات القادمه، ومبروك على الهدف الثاني اللي انت احرزته، هدف التعادل بالنسبه لحرس الحدود. احمد صبري من اللعيبه الحريفه، اللعيبه المميزه جدا في بطوله الدوري. طيب.